عاشور النجم الكبير حسام عاشور شارك في القمه طبعا دوري وكاس وبطوله افريقيه وبطولات افريقيه وكل شيء 37 مباراه. اما طارق حامد شارك في 11 مباراه قمه او 11 مباراه ما بين النادي الاهلي والنادي حسام عاشور 33 سنه. حسام طارق حامد 30 يمكن ما تحسش الفرق ده. اكمل بس وبعد كده سيبك تتكلم. حاضر. فاز في 21 مباراه حسام عاشور فاز في 21 مباراه تعادل في 10 خسر في 6 مباريات. طارق حامد فاز في 5 تعادل في مباراه خسر في 5 مباريات. في تحس ان فرق السن يعني حسام عاشور طارق حامد 30 سنه كتير برضه يعني فطبعا مش بالكوره بس طبعا ما تحسش ان طارق حامد 30 سنه حسام عاشور 33 زي ما قلت لحضرتك حسام عاشور لعب 37 ماتش قمه اكتر لاعب تقريبا في الملعب هو اكتر لاعب في الملعب لعب مباريات قمه حسام عاشور لعب 37 مباراه فاز في 21 اتعادل 10 خسر 6 نسبه فوز حسام عاشور في المباريات 57% نسبه كبيره جدا. حسام عاشور انجازاته طبعا الناحيه الثانيه طارق حامد لعب 11 ماتش كسب 5 وخسر 5 وتعادل 1 نسبه الفوز بتاعته 45% بس هنلاقي طبعا